في الخواجر. يا 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 لا 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 يا ربي اطار ابو سرو الزين اخي الزين تبارك الله عند معزيز اخي عند جوكر الزين بالله عند الزين تبارك الله بهلول بهلول غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله السين انا خويا 8000 درهم اللي معطيه السين ديالو يلاه جمع عاد كيطلع الجموع 8000 درهم اللي واصلين معاه حاليا في الرحبه شنو دير السين ديالو عمي دير السنديرو؟ رباعي تبارك الله كما سمع صباح الخير عائلة قناة الفلاح كما كنشوفوا تبارك الله الخير هذا اللي يلاه دخل حاليا الرحبة سوق الخميس المتواجد بالسهول مازال القضية شوية مظلمة واد الكومري هذا اللي دخل حاليا الرحبة اللي بان ليا أيوب المعزيز يقلب فيه واحد شريك ياك شريك شريك هذا راه نجي محيط ياك شديف سن ديرو خويا 13 عام اللي تكون عنده 12 عام 13 عاود الجامع عطيك شي حاجه ولا مازال باقي كيتفاهموا معاه الله يسخر لكم اخويا الله يسخر لكم كما شنو معنا خويا نعاود هو هذا في واحد الخياطه في رجلو قديمه السن ديالو واحد 12 عام ولا 13 عام اللي غادي تكون عنده الله يسخر المواليه شوفوا حاليا كيتفاهموا صباح الخير ايوب داير بخير كما كتشوفوا الفوت ديال هي الدريبه اللي مخيط في رجله قديمه الله يسخر لهم كما كنشوفوا مازالين كيتفاهموا حاليا على الثمن الله يسخر لهم كما كنشوفوا مازالين كيتفاهموا انت ما الله يسخر لهم غادي نشوفوا هاد الخير هذا تبارك الله اللي مدخلوا رويشه صباح الخير سرويشة كي داير بخير صحة مزيان هاني كلشي بخير مولين الدار اللهم لك الحمد اش داير في السنة هذا سرويشة يلا شمو كما سمعتي معنا خوت السن ديالها لا شمو يلا دخلتي باقي على الله وقال الله يسخر لك سرويشة الله يسخر لك كما كتشوف معايا تبارك الله السن ديالو يلا جموع مازال الله الله يسخر ليه حاول شد لكم العود كامل كما كتشوفوا معايا تبارك الله الله يسخر ليه غادي نشوفوا هذا الخير هذا اللي قدامنا الخوت هذا الزرق هذا تبارك الله اللي السن ديالو يلاه بدا كيطلع الجموع عطينا لحد الان 350 مليون و 150 الف ريال نحاول نشد لكم العود كامل تبارك الله البيع ديالو قاطع مولا
حتى هذه منين خويا نجيب صباح الخير كيداير بخير صح مزيان الله يبارك الله ينورك كما سمعت معايا الخوت ثلاثه ملايين باش قطع مولا لحد الان واصل مع 350 احسن ديالو عاود نذكركم يلا بدا كيطلع الجمهور الله يسخر ليه جمال غادي نشوف هاد الخير هذا تبارك الله اللي كذلك حتى هو يلا داخل حاليا مرحبا كما كتشوف معايا تبارك الله عاود مهلل باقي الله ما عطى حتى شي واحد شي حاجه غادي نسولو على السن ديالو نشد لكم العبد كامل كما كتشوف معايا اخوتي هو هذا تبارك الله اش داير في السن ديالو عمي اش داير في السن ديالو رباعي تبارك الله كما سمعتوا معنا الخوت السن ديالو رباعي جدع تبارك الله باقي الله غادي نحاول كذلك نبارطاجي معكم ان شاء الله الثمن الى تعطاتو شي حاجه كما كتشوفوا معايا جداء ناضي كما كتسمعوا كاين شي حاجه اللي معطيه عاطيني 22 جوج ملايين وعشرين 21 الف درهم اللي عاطينو الله يسخر ليه كما كتشوفوا كنحاول ننظر من هنا باش نشوف لكم كذلك اش دعم هاد الجهه تبارك الله الله يسخر المولى ولا تبارك الله السي عبد القادر اللي متعنا واحد جوج الاسابيع بشي خيول يدخلها تبارك الله ناضيه اليوم جايب هذا الخير هذا شوف هذا هو صاحبي واش صاحبي هذا هو صاحبي وتهبر انت صاحبي هذا هو صاحبي السلام عليكم الحمد شنو كيهضر مع السيد شنو داير في السن ديالو باب قادر جموع كما سمعتوا السن ديالو جموع عطاو 3500 درهم 70000 ريال الله يسخر ليه كما كنشوفوا حاليا كيقلب على خنيشه باش غيجرب الركوب كما كنشوفوا اخوتي 3500 اللي عطينو كما كتشوفوا العود خارج
كما كتشوفوا خرج المحرك حاولت نزومي باش يبان لكم مسافة بعيدة شوية. كما كنشوفوا الله يسخر غادي ياخذوا بوشعيب كما كنشوفوا الله يسخر اليوم تمت عبد القادر ما خسرش اليوم كما شوف خويا خرج معكم من المحرك انا حاولت نبارطاج معكم العمليه ديال الركوب الله يسخر اليوم الله يجعلهم بارك مسعود على السيد اللي ياخذوا غادي نشوفوا الخير هذا تبارك الله اللي عند ياسين طيبة كما كتشوفوا معنا العود هو هذا تبارك الله غادي نشوفوا ان شاء الله السن ديالو الثمن اللي معطيه شنو ديال السن ديالو خويا ياسين طالع شمو عطيني شي حاجه ولا مازال الله قلنا الله قالوا ميرسي ميرسي البيع ديال اخويا ياسين الله يسخر لك اخويا ياسين الله يسخر لك كما سمعتوا معنا الخوت 8000 درهم اللي معطيه ياسين ديالو يلاه جمو عاد كيطلع الجمو 8000 درهم اللي واصلين معاه حاليا في الرحبه باقي ما قطعش الثمن تيقول لهم صابو الله يسخر ليه كما شفتوا معايا العود هذا سيدي حميده ما عمرش اخويا ياسين تيقولوا السيمانه الجايه ان شاء الله ما السيمانه هنا واقع الاسلام ما كاينش والو تاع المحمديه اللي كاينه مال امور والو دابا لا محمديه لا سلاله لا عامره مال امور اخي المحمديه بالوما كما شفتوا معنا خوتي العود هو الله يسخر ليه 8000 درهم اللي عاطينو لا
الله يسخر ليه هاد الخير هذا تبارك الله اللي دخل كذلك الرحبه حاليا اللي غنبارطاجي معكم بحال السن ديالو. اش داير السن ديالو خويا؟ السن ديالو اش داير؟ جامع جامع. عطيك شي حاجه ولا مازال الله؟ مازال الله. يلا دخلتي حاليا يلا دخلتي كما سمعتوا معنا الخوت يلا دخل باقي على الله. شوفوا معنا العودو هذا السن ديالو جموع الله يسخر ليه. حاول نشد لكم العود كامل. السن ديالو غيكون ما بين 10 سنين 12 عام اللي غيكون العمر ديالو. نتمنى من الله يسخر ليه. الله يسخر لك اخويا الله يحفظك. غادي نشوف هاد الخير هذا تبارك الله. يلا التحق حاليا يلا مرحبا. بهلول 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 نبارطاجي معكم ان شاء الله السن ديالو كذلك. كما كتشوفوا معايا خوتي العود هو هذا السن ديالو جامع. مازال الله باقي ما عطاو حتى شي حاجه. كاين السا خويا كاين السا 120 سلاف درهم وباغي جوج مالوش قريصات جوج قريصات قرصهم اللي بين طوبات يدخل كما سمعتوا من الخوت 120 اللي معطيه نعاود كتشوفوا هو هذا تبارك الله. الله يحفظك يا سي ابراهيم الله ينورك بارك الله فيك اخويا رويشه. الله يحفظك الله يحفظك سي بخير الله يحفظك الله ينورك. كما سمعتوا من الخوت 6 درهم 120 اللي معطيه حاليا الله يسخر ليه. كما شفتو معنا اخوتي العود هو هذا وصلو مع 120 الله يسخر ليه. غادي نشوف هاد الخير هذا تبارك الله. كنظن السن ديالو هذا جامع زيد. انا نحيد الجام، عدل الجام بالنسبة للسن ديال الخوت جامع. كي داير بخير سام مزيان هاني واش يكون بلوكا كلشي بخير سام مزيان الله معك الحمد. ما كنتيش في العرشات واقيلا كنت يا ما بنتيش ليا راه كنت تما. عطيني شي حاجة ولا مازال عمي؟ بغينا فيه 100 كما سمعتوا البيع ديالو 5000 درهم الله يسخر ليه. العود كتشوفوا هو هذا السن ديالو جموع 5000 درهم البيع ديالو الله يسخر ليه. وغادي نشوفوا هاد الكمري هذا اللي عند ايوب
اش دير السن ديال اخويا ايوب؟ جموع حولوا لي صح شحال نعاودوا علينا البيع ديالو اخويا ايوب شحال؟ هو عاد خدينا عاد خدينا البيع ديالو؟ هذه ماشي 6000 درهم 6000 درهم كما سمعتوا معنا العود هو هذا تبارك الله عاود ضربوا بريقاتو بريقاتو 6000 درهم البيع ديالو الله يسخر عندك 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 الى بغى شي واحد يتواصل غادي نبارطاجي معكم النميره ديال ايوب الله يسخر لك اخويا ايوب النميره انا غنبارطاجيها لا عندك كما كتشوفوا اخوتي غادي نبارطاجي معكم راس الله يبارك فيك خمسي الجديد ديال المحرك هو الدردور سمعنا في الفوالات وجايين تاعين كما كتشوفوا الدردور والجوكر ايوب ياك ما شد لك ايوب؟ لا البركي راه حاضر البركي واش ناضي ولا ما لا حاضر ناضي حل 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 تقلب الرويش ماشي حدايا الرويش بركر على الجوكر ديالنا ها الرويش اخي واو سا توقف خاطر الجوكر ديالنا من هنا الخميسات من هنا الخميسه من المعزيز من هنا المعزيز كلشي كاين كلشي كاين كلشي سير زيد سير عندك الحديد عندك هاديك اشاور اشاور يا ايوب كما كتشوف معنا اخوتي غادي نبارطاجي معكم الاجواء ديال المحرك انا تبارك الله الناس اللي خرجوا حاليا يتفرجوا في المحرك كما كنشوفوا الانطلاقة حاليا تبارك الله تبارك الله كما كنشوفوا ايوب حاليا كيزير الجام كما كتشوفوا معنا حاليا انطلاقه تبارك الله لا تبارك الله نو كما كتشوفوا معنا غبابر تبارك الله الناس كتطلب الإعادة سير
بشويه كما كنشوفوا حاليا اعاده شبوه عبد الله شوف الفوبر يو 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 شوفوا معنا الناس اللي خرجوا يتفرجوا حاولت انني نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي موجود اليوم في السوق يا ربي اطار ابو سرو الزين تبارك الله عند معزيز اخي عند جوكر عند الزين تبارك الله كما كتشوف اخوتي خير ربي تبارك الله اما تفرجي ما تفرجيش في المحرك واقيلا تفرجي معطيه شي حاجه ايوب ولا مازال مازال الله كما سمعتوا الخوت مازال الله كاين الريقل تبارك الله وندو باين اخي في المحرك راه باين كلشي ويلي المحرك باين كلشي اخي كما سمعتوا الخوت مازال الله دابا شي واحد يتواصل الميره ديال ايوب راه معروفه الله يسخر ليه